أسعد الله أوقاتكم. أنا اسمي عبد الهادي الكبريتي، محامي من سكان المنطقة تقريبا جبل عمان، وهذا شارع الرينبو أحد معالم جبل عمان اللي هي أحد الجبال السبعة المعروفة العريقة في عمان. شارع الرينبو انشهر، هذا يجمع ما بين الأصالة والمعاصرة، وما زال هذه الأصالة والمعاصرة مرتبطتان لعدم وجود فارق ما بين الماضي والحاضر لهذا الشارع الذي يكتنز في عبق الماضي وفيه ذاكرة المكان والزمان، فهو يجمع ما بين البيوت السكنية العريقة وبعض المحلات التجارية، وإن كان يغلب عليه المناطق البيوت السكنية أكثر من المحلات التجارية التي نراها اليوم وكانت محدودة. ومن أشهر من سكنه في نهاية هذا الشارع دولة سعيد باشا المفتي ودولة بهجة التلهوني ودولة عبد الكريم الكبريتي، حيث يبدأ من الدوار الأول اللي يبدأ فيه مستشفى ملحس العريقة سابقا، والتي آلت الآن إلى نقابة المحامين، وكذلك يطل على مجلس الأمة البرلمان القديم، حيث كنا صبية نتلهف ونهرول عندما نسمع صوت المدفعية أن جلالة الملك قد حضر الحسين بن طلال رحمه الله لافتتاح الدورة البرلمانية، فنطل ونصفق جلالته بعد أن يحيينا، ثم نذهب إلى دخول الدوار الأول حيث القنصلية السعودية والسفارة السعودية. وكان الشارع مزدحما في موسم العمرة والحج، حيث تأتي الناس للحصول على الفيزا، المواطنين الذين يرغبون بإداء المناسك، ثم نمشي إلى أن نرى سينما الرينبو، ثم المعهد الثقافي، المركز الثقافي البريطاني الذي يعتبر معلم أيضا. شارع الرينبو اسم حديث وهو اسم غير عربي، لأنه يتميز بألوان، والرينبو هي ألوان قوس القزح معروفة في هذا الشارع. تقريبا طول 3 كيلومترات، حيث يجمع ما بين الثقافة والمراكز العلمية. كان هذا الشارع من أجمل الشوارع، وتعلم عمان وجبل عمان وعمان الغربية منطقة هادية ومهتم فيها باعتبارها للحكومة، مقر الحكومة والسفارات وأصحاب الدولة أشرت إليهم. كانت منطقة هادية جدا، والعائلات تعرف بعضها البعض، يعني الشباب يعرفوا الخوات، البنات اللي لما تمر إلى المدرسة عارفين بعضنا جميعا، إنه هذا ابن فلان، هاي بنت فلان. كان في نوع من العلاقة الاحترام والتقدير، وكذلك تزيينها بشوارع الشارع أيضا وصفه بالحجارة. ونرى أيضا دائما بعد الظهيرة وقبل الغروب ومساء الناس تتجول به، سواء من المواطنين أو من السياح الأجانب الذين يصلون إلى هذه المنطقة. أنا أتمنى أن نبقى نحافظ على هذا المعلم، لأنه ثروة وطنية للوطن، للأردن بشكل عام ولعمان، وما زلنا لعندما نمر فنختزن في هذا المواقع ذاكرة المكان وعبقريته التي أنجبت رجالات الدولة الأردنية، وإلى ذكريات هذا الزمان العريق. نتمنى الأمن والأمان الحمد لله، وأن إن شاء الله يعود هذا الشارع يخطب، وما زال فيه نرى معالم عمان التي تتجدد دائما، هذه اللؤلؤة الجوهرية التي تعشق العروبة وتعشق كل من أتاها، ما زالت حافظة لهذا المسكون.